الرحمن الرحيم، راح نعطيكم فكرة كيف نستخدم موقع ساينس فايندر. راح ندخل على موقع مكتبة الحسين بن عبد الله الثاني على موقع الجامعة. بدل كلمة كروت هون راح يجيك تسجيل، راح يكون في عندك خانتين يوزر نيم وباسورد أو تسجيل لأول مرة. تدخل التسجيل لأول مرة وتدخل إيميل الجامعة، لازم تشيكوا على إيميلات الجامعة إنها شغالة، واللي ما عنده إيميل جامعة يتصل على الأرقام اللي حطوها في الويب سايت هذاك اليوم، على أساس تقول له أنا عندي مشكلة في التعليم الإلكتروني بدي إيميل جامعة، فمباشرة دقيقتين ثلاثة يرسل لك الإيميل تاعك والباسورد تاع إيميلك. تقدر تدخل الإيميل من جوا وتغير الباسورد بعدين زي ما بدك. الآن قضية تفعيل الإيميل ضروري جدا، بس تدخل على ايضا الويب سايت تاع المكتب الجامعة، يعني هون هون في الصفحة الرئيسية راح تلاقي ايقونة اسمها البريد الالكتروني، تدخل فيها وتفعل هاي. يالله البريد الإلكتروني، تدخل هون وتبدأ تفعل إيميل الجامعة على أساس تقدر تدخل على المكتبة هناك. طبعا في خطوات تتبعها، وتفعل إيميلك، تجي على الساينس فايندر، تجي على المكتبة دخلنا الإيميل. الآن دخلت الآن باسمي أنا، أروح على المصادر أو الصفحة الأولى راح تلاقي بالمصادر ساينس فايندر illustration و science finder. نروح على science finder illustration على الشرح. يقول لك بدك تسجل لأول مرة، اضغط على هذا الرابط، راح يطلب اسمك واسم العائلة ومش عارف ايش وايميلك اللي هو مفعل على اساس هو بدي يعمل لك، يعني يرسل لك بعد تخلص رسائلهم، تخلص تعبئة الطلب هون، راح يبعث لك لينك تفعيل على الايميل. فالايميل احنا لازم يكون شغال قبل ما تدخل هون، تمام. خلصنا، انا سجلت دخلت، جتنا هاي الصفحه. طبعا هناك راح يطلبك ان انت بدك اورجانيك ولا ان اورجانيك. من ضمن خطوات التسجيل اختاروا ان. طيب الان تجينا هاي الصفحه، في عندي هنا استراكشر، في عندي هنا أو في عندي هذا الخانة شايفينها الآن. هون في عندي عدة خيارات، عندي أون ويفضل تختار أون، أو تسأل عن سبستانس بعينها فقط، أو الرياكشن لهذه السبستانس، أو الريفرنس لهذه السبستانس، أو البائعين لهذه السبستانس أو المزودين لهذه المادة. فأنا اخترت مادة شوي، خليني اختار هون، بدي أنا اختار بالاسم بكتبها. الآن إذا بدي عندي شكل معين بدي أرسمه، أروح أختار هون إيديت هاي الرسمة، إيديت دروين. أنت أول مرة راح تجيني، بس أنا عشان رسمت بيقول لي أنت بدك تعدل على الرسمة، أقول له بدي أعدل. فهاي الرسمة كيف حدد هذول؟ حلقة بنزين، أي حلقة سداسية فاضية بدون، هذه حلقة فيران، هذه حلقة إلى آخره. اختار بنزين مثلا، الآن بدي أرسم أنا، بختار هذا البلون، بختار رسمة البنزين دائما هي تحت حل تقريبا، مجرد ما نقلتها هون عملت كليك. الآن بدي أكتب عليها مثلا رابط هون سيتي، لاحظ بعد شايل حلقة البنزين، ليه؟ لأن البنزين مفعل، شيلها من هون تروح رسمة. أو مثلا بدي أقول عندي أنا سي رابط كربون، أرسم نقطة وأسحب فوق، أسحب معي رابط، ثم رابط آخر، ثم رابط ثالث. بدي احط عليها NH2 مثلا، راح كاتب هنا NH2 اجي هون واكتب NH2، اجي اضغط هون
لما تصير دائرة راح تضغط عليه هون، لكن لو سحبت هيك لبرا راح اسحب image 2 انا سحبت لبرا، شوفوا كيف جسمي image 2 هون خلاص ما بدي اياه هون اعمل الكراتش خلاص، لان هذا المركب تبعي بنزل من هون، بنزل من هون تحت وبقول له اوكي السجل. اوكي لاحظوا هون عندي في الرسمه بتاعتي بقول له سكتش اعمل بحث، اعمل بحث أنا جاب لي إنه هذا كاري أكشن معمول، وهي المادة الأولية واللي بيعوها 99 شركة تقريبا، والمادة هاي اللي بيعوها 80 شركة، إذا خلطت هاي المادة مع هاي المادة يعطينا هاي المادة. إذا بدي هاي لوحدها ما بختارش رياكشن، أختار سبستانس، يعني هون أختار سبستانس فقط، تمام، أقول له إيديت. هاي هي اقول اوكي الان هذا اختارها لوحدها، تمام، عندي ريفرنسز وعندي رياكشن وعندي سبلاي. خلينا نشوف ريفرنس يعني مين الناس اللي اشتغلوا عليها، بدوس عليها جاب هاي المادة من هذا البحث حكى عن طبعا عندي 16793 ريفرنس، اختار اي تو ريفرنس ادخل عليها. الان خلينا اختار هذا المكان رقم 2 بدي انا فول تكست، بقول له اعطيني دي او اي، دي او اي اللي هو زي مفتاح لهاي المركب، رقم متكون من كذا خانة، إذا دسنا على هذا الخط الخانة راح تروح على المجلة مباشرة اللي عاملة هذا البحث أو اللي ناشر سوي هذا البحث. خلينا نشوف شو يعمل هون. مباشرة جبنا هذا البحث إنه منشور في هذه المجلة. أعطانا الاستراكت عندنا في المجلة بتاعت الاستراكت تمام، نقدر نقرأ الاستراكت ونشوف، لأن في بعض المجلات إذا ضغطنا على البي دي اف بيطلبك تسجيل وبعضهم يكون نازل، يعني بدك تظل تدور لما تلاقي لك بحثين ثلاثة مش فري بيكونوا وبتنزلهم وتشوف أفضل معلومات من هاي المادة وتحاول تحصل بيها بطريقة أو بأخرى، تمام. أنا راح يبدأ ينزل هون البي دي اف لهاي المادة، تمام، أو يقول لي لا سجل ادفع مصاري إلى آخره. طبعا هون الرقم اللي قلت لكم عنه قبل شوي يتكون طلع هذا اسمه دي او اي، دي او اي هذا لو ضغطنا عليه راح يعطيني نفس الصفحة هاي تقريبا، راح يعطينا شكله في مجلة جيرنال اوف نيوروكيمستري. هاي باختصار شو اللي راح يصير هون. الان ممكن اني انا اخذ هذا العنوان كوبي واروح على جوجل اعمل له بيست وابدا ادور عليه، لكن هذا سايتد باي يعني كم واحد اعتمد هذا البحث واعتمده كريفرنس في ابحاث وتم نشر هذه الابحاث. طبعا حسب قيمه البحث راح تلاقي السايتيشن اعلى. السلام عليكم، هذا هو تقريبا الفيديو بتاع الساينس فاندر. عن هون الريفرنس لاحظوا لما اخترنا سبستانس جبنا نجيب، لما اخترنا رياكشن جبناها على شكل تفاعل، لما اخترنا ريفرنس او نختار ريفرنس يجيب لي هذا مين اعتمد في هذه الماده كريفرنس في الابحاث. بالتالي انتم دائما تختاروا سبستانس وتشوفوا مين اللي اشتغل هذه الماده فعليا.